لزراعة الدراكون أو باكج التنين لابد تحضير السماد العضوي، والسماد العضوي لازم يكون متحلل جدا، ومن تعرفه متحلل يكون لونه أسود وقليل الرائحة أو معدوم الرائحة نهائيا. هذا قياس واحد عربانة زميج. يكون السماد العضوي أقل من العربانة بقليل جدا، يعني مقدار أقل من 3 أصابع، مقدار 4 سنتيمات 5. يكون أهم شيء السماد متحلل. نضيف السماد العضوي فوق الزميج، هذه الصورة. بعد الملابس والخبط بين الزميج والسماد راح نبلش بالغربلة. الآن نعمل طريقة الغربلة تخلص من الشوائب. هذا شكله حاليا بعد الغربلة السماد العضوي مع الزميج. تربة خفيفة صارت وحلوة. راح نضيف السماد هو الداب. نضيف مقدار 30 غرام.